مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم غادي نتعرفوا على طريقة تخزين البصل، وإلا في حالة ما احترمناش التقنيات والظروف الملائمة يمكن الخسائر تكون كبيرة. فكيف ما كتعرفوا، فالطريقة التقليدية كتعتمد على طرق التخزين التي يسميوها الفلاحة بالجرير، واللي هي عبارة على جوج حيوط ديال الحجر متقابلين بعضياتهم، العلو ديال كل واحد 100 سنتيمتر مفارقين ب 80 حتى 90 سنتيمتر، والطول ديالهم تيكون حسب الكمية ديال البصلة اللي غادي نخزنوها وحسب المساحة المغروسة. وكتتم هذه العملية في المناطق المعروفة باعتدال الطقس بالنهار والبرودة في الليل وفي أماكن مهوية مزيان. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كنبداو في الأول بتفراش تبن باش نتفو البصلة الصينة واللي اختاريناها وحدة بوحدة وعلى حساب الكبار والصنف اللي بغينا، ولازم تخلصوا من الحبات المجروحة والمريضة. ومن بعد كنغطيو البصلة بتبن مرة أخرى وكنزيدو من الفوق غطاء بلاستيكي اللي كيتربط بقوة مع الحيوط على حساب الريح والشتا والرطوبة. وهنا لازم نوجهو الجرير من شرق لغرب اللي هو نفس الاتجاه ديال الريح الكتيرة، ولكن هذه الطريقة التقليدية كتبقى عندها سلبيات لأن الأغلبية ديال الفلاحة اللي كيخزنوا البصل من 4 حتى 6 شهور كيمكن يخسروا من 10% حتى 30% ديال الغلة بسبب أن هذه البصلة كيمكن تنبت أو تعرض لخموجية. لذلك خاصنا طوال مدة التخزين ردوا البال الجودة ديال البصلة داخل الجرير باستمرار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، أما بخصوص طرق التخزين الحديثة فهي عندها مزايا كثيرة، ولكن كتحتاج استثمار مهم لأنها كتكون داخل بنايات كبيرة ومخصصة ومغطية باش يمكن نحميو البصلة من الضوء والأشعة ديال الشمس، بحيث كتوضع البصلة داخل أقفاص كبيرة وحدة فوق الأخرى على العلو ديال البناية، وكتعتمد هذه البنايات على أنظمة ديال التجفيف والتهوية. فمن الضروري تكون التهوية في الداخل مزيانة لمدة 4 سوايع في اليوم باش يمكن نحافظوا على الرطوبة في أقل من 80% داخل واحد الجو ناشف. أما بالنسبة للبصلة اللي كتخزن لمدة طويلة فكنصحوكم باختيار درجات الحرارة كتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لازمك تتبع وتعمل بهذه النصائح فيما يخص تخزين البصل وتمكن من تفادي التلف ديال الغلة وتضمن جودة المنتوج وترفع من القيمة المضافة دياله في السوق. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.